الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم شيخنا، سائل يقول: هل يجوز للمسلم الإقامة في بلاد الكفر؟ الحمد لله رب العالمين. الأصل أن المسلم لا يجوز له أن يقيم بين ظهراني المشركين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من المسلم إذا أقام بين ظهراني المشركين، هذا هو الأصل. إلا أن هذه الإقامة التي تبرأ من صاحبها النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي الإقامة الاختيارية لا الاضطرارية، لأن مقام المسلم بين ظهراني المشركين له ثلاث دواعي: إما أن يكون إقامة اضطرار أو إقامة حاجة أو إقامة توسع واختيار. فأما إذا دعت الضرورة أو الحاجة الملحة أحد المسلمين للإقامة بين ظهراني المشركين فنقول لا بأس، لأن المشقة تجلب التيسير والأمر إذا ضاق اتسع، وإن مع العسر يسرا، والمحرمات تبيحها الضرورات، فلا محرم مع الضرورة، حتى يكشف الله عز وجل غمة هذا المسلم ويستطيع أن يرجع إلى بلاده التي خرج منها. فإذا كان الداعي لمقام المسلم بين ظهراني المشركين الضرورة أو الحاجة الملحة فلا بأس، وأما إذا كان يستطيع أن يجد مندوحة عن المقام بينهم ويرجع إلى بلاد المسلمين للمقام بين إخوان المسلمين فهذا هو الواجب عليه. فحينئذ نقول الإقامة إذا كان داعيها الاضطرار فلا بأس، وإذا كان داعيها الحاجة الملحة فلا بأس، وأما إذا كان داعيها التوسع والاختيار بلا ضرورة ولا حاجة فالأصل فيها التحريم والله أعلم. شيخنا أحسن الله عليكم، امرأة تقول: هل لها أن تتنازل عن حقها في ميراث زوجها فيما لو مات هو الآن الزوج حي، فهي تقول له اكتب البيت مثلا البيت هذا باسم الولد هذا وأربع بنات فقسم البيت بينه وأنا لا أريد حقي، فهل له ذلك أن يفعل أم لا؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد أرى أن لا يفعل شيئا من ذلك، لأن الإنسان ما دام حيا لا ينبغي أن يقسم ميراثه، لكن إذا اتفقت الأسرة كلها على هذا الأمر ورأوا أن المصلحة الخالصة أو الراجحة لا تتحقق إلا بهذا الأمر فأرى والله أعلم أنه لا بأس به، إلا أنه مع قولنا لا بأس به إلا أنه خلاف الأولى، فالأصل أن الإنسان يترك هذا الأمر لله عز وجل حتى يأخذ كل واحد منهم نصيبه على قسمة الله عز وجل في الموارد، لكن إذا اتفقت الأسرة ورأوا أن المصلحة الخالصة أو الراجحة تتحقق بذلك، لا سيما إذا كانوا أيضا يخافون من شيء من المفاسد الخالصة أو الراجحة فرأوا أن جلب المصالح والدفاع المفاسد لا يتحقق إلا بهذا، فأرى أنه لا بأس به وإن قلنا بأنه خلاف الأولى والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا، سائل يقول: أبلغ شيخنا سلامنا وحبنا له، وسؤاله: ما حكم من يسافر نزهة أسبوعا في بلاد غير إسلامية أو ما شابهها؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، أولا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وثانيا أقول لكم أحبكم الله الذي أحببتموني فيه. وأما بالنسبة لجواب السؤال فالمتقرر عند العلماء أن السفر إلى بلاد الكفار الأصل فيه التحريم والمنع لعظيم الخطر على العقيدة والدين والإيمان بل وعلى النفس، فإنها بلاد إباحية يرى الإنسان فيها الشهوات ويستمع فيها إلى الشبهات، فمن باب المحافظة على الدين والإيمان وسدا لذريعة فساد الدين والخلق حرم الشارع السفر إلى بلاد الكفار، إلا أن العلماء استثنوا السفر الذي تحوفه ثلاثة أشياء: الأمر الأول أو الشيء الأول أن يكون للمسافر أن يكون عند المسافر علم يمتنع به من الشبهات، فلا يجوز للإنسان الجاهل أن يسافر، لأنه إن سافر على جهله فلربما تعرض له شبهة فيصاب بها في دينه. والشرط الثاني أن يكون عنده دين يمتنع به من الشهوات، لأنها بلاد سيرى الشهوات في كافة طرقها، فإذا لم يكن عنده دين فلربما ينظر إلى شهوة تقتل إيمانه. والشرط الثالث أن يكون هناك ضرورة أو حاجة ملحة للسفر، وبناء على هذه الشروط الثلاثة التي قررها أهل العلم فلا أرى جواز السفر لبلاد الكفار لمجرد السياحة، لأن هذا ليس من مقاصد الاضطرار ولا من مقاصد الحاجة الملحة، وإنما هو من باب التوسع والاختيار، فلا ينبغي
أن يفتح الإنسان على نفسه بابا من أبواب فساد الدين والاعتقاد والقيم والأخلاق لتحصيل أمر توسعي كمالي يستطيع أن يتركه. ثم في بلاد المسلمين غنية عن السفر إلى بلاد الكفار، في بلاد المسلمين من المناظر الجميلة والحدائق الغناء والمناظر الخلابة ما يغني بإذن الله عز وجل عن السفر لبلاد الكفار. وعلى كل حال فالجواب أنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار إلا إذا كان عند المسافر حاجة أو ضرورة تقتضيه منه السفر، وأن يكون عنده علم يمتنع به من الشبهات ودين يمتنع به من الشهوات، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. سائل يقول: ما هي المتون التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بحفظها في جانب العقيدة والأصول؟ بارك الله فيكم. الحمد لله، أنا أرى أن لا يوسع الإنسان على نفسه شيئا من حفظ المتون العلمية، وإنما أرى أن يقتصر على حفظ كتاب الله عز وجل، وإن كان عنده وفور حافظة فليستكثر من حفظ السنة، فليحفظ الأربعين النووية، فإن كان عنده وفور حفظ فليحفظ عمدة الأحكام، فإن كان عنده وفور حفظ فليتم حفظه في بلوغ المرام، وإن كان عنده وفور حفظ فليحفظ المنتقى لمجد الدين بن تيمية، فإن كان عنده وفور حافظة فليحفظ المشكات مشكات المصابيح أيضا، وإلا فليبدأ بصحيح الإمام مسلم ثم يحفظ عليها زيادات الإمام البخاري، وإن كان عنده وفور حفظ فليأخذ زيادات أبي داود عليها. فالذي أدل طلاب العلم عليه ألا يستكثروا من حفظ المتون العلمية التي ألفها مثلهم من أهل العلم، يعني أن الحافظة هذه ينبغي ألا يدخل الإنسان فيها إلا من كلامه حجة في ذاته، فلا ينبغي أن يدخل فيها من كلامه يحتاج إلى حجة حتى يدلنا على صحته، فليقتصر الطالب على حفظ كتاب الله عز وجل وليكثر وليستكثر من حفظ السنة. وأما هذه المتون فيكفي أنه يفهمها فهما أو يستشرحها عند من يفقهها، وأما أن يتكلف في حفظها فإنه حفظ كلام عالم قابل للأخذ والرد، فالحافظة تكون مقصورة على من حفظ كلامه حجة، وهو كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. سائل يقول: رجل دخل المسجد ووجد الإمام في صلاة العشاء وهو ظن أنها المغرب وهو مسبوق بركعة، وعندما سلم الإمام سلم معه، فما حكم صلاته؟ الحمد لله، صلاته صحيحة مليحة لا بأس بها إن شاء الله، فإذا كان المأموم سيصلي المغرب والإمام في العشاء الحاضرة قد صلى ركعة ثم دخل معه وسلم معه لكمال فرضه فالحمد لله. وأما الاختلاف بينهما في النية فاعلموا أن المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الاختلاف بين الإمام والمأموم في النية لا يؤثر في صحة الاقتداء، فيجوز أن يصلي من يتم خلف من يقصر والعكس، ويصلي من هو مفترض خلف المتنفل والعكس، ومن يؤدي بمن يقضي والعكس، وهكذا. فيجوز للإنسان أن يدخل في صلاة المغرب خلف من يصلي العشاء، فإذا كان الإمام قد صلى ركعة فلم يبق من صلاته إلا ثلاث ركعات، وهذا المأموم إنما فرضه ثلاث ركعات فيسلم معه، والاختلاف في النية اختلاف في أمر باطن وهو لا يضر صحة الائتمام بينهما، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الله يحفظك ويبارك فيك ويرفع قدرك. يقول السائل: ما هي السنة في الأذكار البعدية للصلوات؟ هل الجهر فيها أم لا؟ جزاكم الله. الحمد لله، بل السنة فيها أن يجهر المصلون جميعا، لكن كل منهم يجهر لنفسه من غير مواطأة ولا اتفاق بصوت ابتداء وانتهاء، وإنما كل يرفع صوته بما يسر الله عز وجل له من هذه الأذكار. وبرهان ذلك ما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن رفع الصوت بالذكر بعد الفراغ من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في الصحيحين. وفي رواية في الصحيحين: كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير إذا سمعته. فإذا سلم المأمومون فالمستحب لهم أن يجهروا وأن يرفعوا أصواتهم بالتكبير والتسبيح والتهليل والحوقلة إلى غير ذلك من الأذكار المشروعة دبر الصلاة، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. سائل يقول: ما حكم من قال أن الشيخ فلانا يتصرف في الكون مع الله عز وجل؟
أزيد في السؤال، ولو قرنها بالمشيئة أو الإذن، أي بإذن الله أو إن شاء الله؟ الحمد لله، إذا اعتقد الإنسان أن أحدا يتصرف استقلالا مع الله عز وجل في شيء من هذا الكون فإنه يعتبر مشركا الشرك الأكبر المخرج له من الملة بالكلية، فإن المدبر والمتصرف في هذه العوالم علويها وسفليها إنما هو إله واحد وهو الله تبارك وتعالى لا شريك له، كما قال الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وفي الآية الثانية يقول: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله. ويقول الله عز ويقول الله تبارك وتعالى في الآية الثانية: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ويقول الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ويقول الله عز وجل عن الملائكة العظام الذين هم أعظم من وليك هذا الذي تسأل عنه، يقول: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمر لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ويقول الله عز وجل عن الملائكة أيضا: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فإذا كان الملائكة هذه حالهم عند الله وهو أنهم لا يملكون من قطمير ولا قنطير ولا تدبير ولا تصريف إلا بأمر الله عز وجل، فكيف يعتقد الإنسان في ولي من أولياء الله أنه يتصرف في أرض الله أو أنه يتصرف في شيء من كون الله ويدبره استقلالا؟ هذا أمر. وسواء جملنا العبارة وقلنا بأمر الله بإذن الله بمشيئة الله، كل ذلك من تزيين الشرك، وإلا فالله عز وجل أخبرنا أنه هو المدبر وهو المتصرف لا شريك له في ذلك. هذا كقول رجل: ما رأيكم لو أن الله أذن أن يعبد غيره، أن يذبح لغيره؟ بإذن الله بمشيئة الله الله رضي. فنقول: هذا فرض جدلي، إنما يعني قيل من باب تزيين الشرك والتلبيس به فقط، وإلا فالله لا يأذن لأحد كائنا من كان، ملكا مقربا نبيا مرسلا وليا صالحا كبيرا صغيرا قريبا بعيدا، لا يأذن لأحد أن يتصرف في ملكوته عز وجل، وإنما هو المتصرف المدبر في هذا الملكوت، فهو الذي يجري السحاب وهو الذي خلق السماوات ويجري هذه الكواكب وينزل المطر، وعنده علم الساعة عز وجل، ولا يملك أحد ولا مثقال ذرة كما ذكرت في الآية التي قبل قليل. قال الله عز وجل عن نبيه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ويقول الله عز وجل عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، لا يغني عنك شيئا. ويقول الله عز وجل: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ فإذا جميع ما دعي من دون الله ورجي فيه أن النصر ورجي فيه الرزق ورجي فيه شفاء الأمراض أو جلب الزواج أو تيسير الأرزاق، كل ذلك والله من الشرك الأكبر المخرج عن دائرة الإسلام بالكلية. فالواجب على كل مسلم الحذر الشديد من الوقوع في براثن ذلك، والله أعلم. إخنا أحسن لكم، كيف نجمع بين قول النبي أو بين حديثي ما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخر الأهل قوت سنة، وبعض الروايات الأخرى أنه كان لا يشبع من خبز الشعير إلى غير ذلك، فهل ثم جمع بينهما؟ الحمد لله، يجمع بينهما من وجهين. الوجه الأول: نعم كان يدخر، ولكن كان ينفق ما يدخره على المسلمين ومصالح المسلمين حتى لا يبقى عنده شيء، فإذا هو لا يبقى على هذا الادخار، فإن الكريم إذا ادخر شيئا ثم جاءه سائل أو محتاج فإنه يخرج مدخره إليه. واضح الجواب هذا؟ الجواب الثاني أن هذا حكاية لا تغطي كل حياة النبي صلى الله عليه وسلم في كل لحظاته وفي كل سنواته، فربما يكون هذا حكاية حال في سنة،
والحديث الآخر يتكلم عن حال أخرى، فأحوال النبي صلى الله عليه وسلم تختلف، والخزينة الإسلامية تختلف بين وقت وآخر. فإما أن نحمله على أنه نعم كان يدخر، ولكن كان يخرج مدخره لأصحاب الحاجة لأنه هو سيد القوم وهو إمام المسلمين في عهده عليه الصلاة والسلام. وإما أن نقول بأن هذا يختلف باختلاف الأحوال، فإذا اتسعت الفتوح واتسعت خزينة الدولة والغنائم ادخر لنفسه من هذه الغنائم الواسعة ولأهله قوت سنة، وإذا ضاقت الحال حينئذ كان لا يشبع من خبز وغير ذلك. حتى قول عائشة رضي الله عنها كان يمر علينا الهلال والهلال والهلال ولا يقد في بيتنا النار، فهذا يحمل على بعض الأحوال دون بعض، ولا أظن تعارضا بين الحديثين على هذين الوجهين، والله أعلم. أحسن لكم، هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم؟ وإن كان قد ثبت ذلك فكيف نجمع بينه وبين الأحاديث التي تبين أنه قد أفطر الحاجم والمحجوم؟ الحمد لله، رواية احتجام النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم قد خطأها كبار المحدثين وعلماء نقاد الحديث كالإمام أحمد والبخاري وغيرهم، فهذه الرواية وإن رواها أصحاب الصحيح إلا أنها رواية قد خطأها الإمام البخاري الإمام أحمد رحمه الله وغيره، وكذلك خطأها الإمام يحيى بن معين وجمع ذكرهم أبو العباس بن تيمية ولا تحضرني أسماؤهم، وارتضى هذه التخطئة أبو العباس بن تيمية رحمه الله وتلميذه الإمام العلامة ابن القيم رحم الله الجميع رحمة واسعة. فإذا حديث ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم، فالمحفوظ منه قوله احتجم وهو محرم، وأما وهو صائم فإنها ليست بمحفوظة، وإن كانت في الصحيح إلا أنها زيادة شاذة، والله أعلم. شيخنا صلى الله عليكم، وردت بعض الروايات في فضائل أهل القرآن مثل أهل القرآن هم أهل الله وخاصته وصاحب القرآن إلى غير ذلك، فهل مقصود به الحافظ أم مجرد القارئ فقط دون الحافظ؟ وهل هناك شفاعة خاصة للحافظ دون القارئ؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، كل دليل يدل على فضيلة قارئ القرآن فإن الحافظ يدخل فيها أصالة، ولكنها ليست وقفا عليه، لأن جميع الأدلة ليس فيها حافظ القرآن وإنما فيها قارئ القرآن، والإنسان إذا استكثر من قراءة القرآن وصارت قراءته هي هجيراه وديدنه فإنه يعتبر داخلا في هذا الوصف، ومن دخل في هذا الوصف دخل في الأجر. لكن لا جرم أن القراءة عن ظهر قلب هذه لها مزيتها ولها فضيلتها وخصوصيتها ولا شك، ولكن كون الأحاديث في تلك الفضائل تكون مقصورة على من يقرأ حفظا لا من يقرأ نظرا فإن هذا ليس بصحيح. ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا هذا القرآن فإنه يأتي شفيعا يوم القيامة لأصحابه، هذا يدخل فيه الحافظ وغير الحافظ. ويقول وقول النبي صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، ليست مقصورة على الحافظ أبدا، وإنما على الحافظ وكثير القراءة سواء قرأ عن ظهر قلب أو قرأ عن حفظ. فلا ينبغي أن نقيد الأدلة إلا بدليل يقيدها، أظن هذا جوابك، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا، سائل يقول ما حكم بيع الملابس التي قد استعملها الكفار سواء قبل غسلها أو بعدها؟ أحسن الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، وبعد، ثياب الكفار وأوانيهم لا تخرج عن ثلاثة أقسام، أما الثياب التي علمنا أو غلب على ظننا طهارتها فهذه يجوز لنا أن نستعملها ولو لم نغسلها، لأن المتقرر عند العلماء أن الأصل في الثياب والملابس الحل والإباحة والطهارة، فلا حق لأحد أن يمنع أحدا من استعمال ما سخره الله عز وجل لنا في أرضه، فالأصل في الثياب الطهارة. فالثياب الكفار التي لا باشروا لبسها إذا علمنا أو غلب على ظننا طهارتها فالحمد لله يجوز لنا أن نلبسها ولو لم نغسلها، ولا يزال المسلمون يفتحون بلاد الكفار ويغنمون ثيابهم وأوانيهم ومع ذلك لا يتكلفون غسل شيء منها وإنما يعتمدون أصل الطهارة فيها. القسم الثاني الثياب التي علمنا أو غلب على ظننا نجاستها، فهنا لا يجوز لنا أن نلبسها إلا بعد غسلها بالماء حتى تزول عين نجاستها،
وهذه ليست خاصة بالكفار، بل حتى الثياب التي علمنا أو غلب على ظننا نجاستها بعد لبس المسلمين لها، فإن الواجب علينا قبل لبسها أن نرحضها بالماء حتى تزول عين النجاسة منها. وأما القسم الثالث فهي الثياب التي باشر الكفار لبسها ولكن لم يغلب على ظننا لا طهارتها ولا نجاستها، فهذه ثياب مشكوك فيها، وكل عين مشكوك فيها فنردها إلى أصلها. ما الأصل في الثياب؟ الطهارة. فإذا متى ما ورد الشك في نجاستها فنرد الأمر إلى أصله، وبناء على ذلك فيجوز استعمال ثياب الكفار بلا غسل في حالتين: في حالة ما إذا علمنا أو غلب على ظننا طهارتها، وفي حالة ما إذا لم يغلب على ظننا طهارتها ولا نجاستها، أي في حال ما إذا شككنا في حكمها، فإننا نرد الأمر المشكوك فيه إلى أصله، لأن المتقرر عند العلماء أن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل، ولأن المتقرر عند العلماء أن اليقين لا يزول بالشك. كما أننا إذا شككنا في تحريم طعام فنرد الأمر إلى الأصل، وهو أن الأصل الحل، وإذا شككنا في نجاسة ماء فإننا نرد الأمر المشكوك فيه إلى الأصل، وهو أن الأصل في المياه الطهورية. فكذلك الثياب التي تستورد من الكفار إذا لم نعلم أو يغلب على ظننا نجاستها فإننا نستعملها ولا يجب علينا غسلها، وكذلك إذا شككنا فإننا نرد هذا الأمر المشكوك فيه إلى أصله، والله أعلم. شيخنا أحسن عليكم، سأل يقول: ما حكم إمامة من هو مقطوع اليد، الأبطر اليد، مقطوع اليد، حكم إمامة؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، أنت تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يسجد على سبعة آراب أو سبعة أعظم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار إلى أنفه، وعلى اليدين والركبتين وأطراف القدمين. والإمام إذا كان مقطوع اليد فإنه سينقص من أعضاء سجوده عضو واحد، ولذلك قال الفقهاء: إذا كان هذا العيب مما يرجى زواله وكان هو إمام الحي فإنه لا بأس أن ننتظر زوال علته، ولا حرج ولا علينا أن نصلي جالسين أو نصلي واقفين أو أن نتحمل هذا التقصير في قضية أعضاء السجود. ولكن مقطوع اليد أو مقطوع الرجل هذا لا يرجى زوال علته يا شيخ معين، هذا لا يرجى زوال علته، فحينئذ لا ينبغي تقدمه إماما للمسلمين، وإنما يتقدم سليم الأعضاء، فإن إمام الصلاة كلما كان سليم الأعضاء وأجمع للشروط المعتبرة كلما كانت الإمامة أكمل، وكلما كانت الصلاة خلفه أعظم أجرا وثوابا. فلو أنه تأخر وتقدم غيره من أصحاب الأعضاء السليمة حتى يسجد سجودا كاملا على سائر أعضائه فهذا لا جرم أنه أولى وأكمل، والله أعلم. أحسن الله عليكم شيخنا، سائل يقول: عندنا في مسجد الجمعة قبل مجيء الإمام بعشر دقائق يقوم بعض الشباب بجمع المصاحف ووضعها على الرفوف، قال أحد الإخوة: هذه بدعة، وهل هذا المشي يعد تخط للرقاب أو من تخطي الرقاب الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا؟ الحمد لله، إذا اقتضى جمع المصاحف بهذه الصورة تخفيف قيام الناس من أمكنتهم وتخطي بعضهم رقاب بعض حتى يصلوا إلى حاملات المصاحف ليضعوها عندها فيكون المتخطون للرقاب كثير، فأراد هذا الشخص أن يخفف هذه المفسدة بقيامه بنفسه بجمع المصاحف ووضعها في مكانها، فأنا أرى أن هذا من الأفعال الطيبة التي لا تدخل لا في حيز الإحداث ولا في حيز البدعة، بل هذا من باب تخفيف المفسدة حتى لا يقوم الجميع ويتخطى بعضهم رقاب بعض ليصلوا إلى أماكن المصاحف، فيقوم هذا الشخص ويجمع تلك المصاحف قبيل دخول الخطيب حتى يستعد الناس وهم في أماكنهم لسماع الخطبة، فأنا أرى أن هذا من الأفعال الطيبة الحسنة التي لا بأس بها ولا حرج فيها إن شاء الله، ولا ينبغي التشديد فيها، والله أعلم.